10 وزراء جدد يحسمون جدل التعديل الوزاري ويؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس. وعودة وزارة قطاع الأعمال إلى حكومة شريف إسماعيل. واتحاد الصناعات يؤكد تعثر 1000 مصنع في قطاع الصناعات الغذائية. وبلجيكا تحدد هوية مرتكب التفجيرات الإرهابية وإيقاف جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة. وأزمة في التربية والتعليم بسبب ادعاء عصام حجي حذف اسمه من المناهج الدراسية.